أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الشمال. هنا في وادي الفرات تعيش القبائل والعشائر العربية منذ مئات السنين، ومنها عشيرة المرندية. ما هو تاريخ هذه العشيرة؟ وما هو الثقل الاقتصادي والاجتماعي الذي تتميز ويتميز بها أبناؤها بين مختلف العشائر والمكونات الاجتماعية والثقافية التي تعيش في وادي الفرات منذ مئات السنين؟ يسعدنا لهذه الحلقة أن نفتح هذا الملف العشائري والمكون الديني أيضا فيما يتعلق بمرجعيته ونسبته إلى السادة الأشراف. الشيخ إسماعيل المرندي، وأنت أحد وجهاء عشيرة المرندية، مرحبا بك شيخ إسماعيل معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على صدر رحب. الله يبارك فيك، ونشكر لكم يا سيدي ترحابكم واستضافتكم هنا في مضافة السادة المرندية أيضا في مدينة الرقة. بداية شيخ إسماعيل، حبذا لو نتعرف ونعرف السادة المشاهدين من هم المرندية وإلى أين يعود زمن عودتهم أو إقامتهم هنا في وادي الفرات وفي منطقة الرقة تحديدا. أهلا وسهلا ثانية، ونرحب بكم في مضافة العبدالطة الخليل القديمة واللي ورثها عنا عبد الغفور، وأهله وسهلا، وهي مرجعية المرندية الموجودين. ما سألت عنه هو سؤال جيد جدا يعود للمرندية. المرندية اسم قريب لنا، لكن نحن اسمنا القادريين بالأساس أبناء عبد القادر الجيلاني، ويعود نسبنا الحسن ابن علي بن أبي طالب. تسمية المرندية وردت من الجد التاسع مصطفى المرندي اللي وصل لهذه المنطقة واستوطن على كبر وخلف أبنائه المرندية، وهم سادة القادريين. القادريين ينسبون إلى جدنا الشيخ عبد القادر القطب الرباني وإلى الحسن بن علي بن أبي طالب. هذه الشريحة من القبائل اتخذت الجانب الديني والزوايا الدينية والصوفية، وكانت تهتم بتجمع الناس إلى حلقات الذكر. وكان المعروف لدى العامة خاصة من الأزمنة القديمة اللي ما كان فيها صروح دينية كبيرة أو مساجد كبيرة أو وزارات أوقاف كثيرة في ذاك الزمن، كانوا من المرجعية وهم السادة وينتمون إلى قطب الرباني، وكانوا يلتجئون إلى المرندية اللي سموا يوم من الجد التاسع في حل النزاعات اللي تحدث في المنطقة كجرائم القتل وما أدراكه. جميل. ووطأت هذه القديمة، وكانوا موجبين ومقدرين لأنهم سادة، سادة الأشراف، والسادة مقدرين لعودتهم إلى سيادتهم جدهم القطب الرباني عبد القادر الجيلاني. جميل. وطأوا المكان هذا ما يزيد على 400 عام. عم نحكي عن تاريخ مصطفى المرندي منذ 400 عام. نعم. استوطن في منطقة وادي الفرات. منهم موجودين، نحن نتعدد نعرف الأسماء، أما ما قبلها إذا ما موجودين ليس لدينا وثائق رسمية أو تثبت وجود منهم أحد. طيب، بالنسبة إلى موضوع ارتباط أبناء الشيخ مصطفى المرندي بالطريقة القادرية التي تعود إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، هل موضوع عشيرة المرندية هي تمثل هيئة دينية أم كيان اجتماعي يربطه ببعضه صلة الدم والقربة؟ الشيخ مصطفى المرندي هو من أبناء عبد القادر، وطريقته القادرية الصوفية هي نفس طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو القطب الرباني المعروف لدى الجميع. نعم. كان قطب. صحيح. كان ولي له ولاية ودراية وله جانب ديني معين لدى الجميع معروف يعني. فبغض النظر عن شريط النخور في مجال الشيخ عبد القادر الجيلاني معروف لدى الجميع. أما مصطفى هو ابنه، ابنه يمكن الثامن أو التاسع من عبد القادر اللي وصل لهالمنطقة، كان ينشر الدعوة في بلاد أذربيجان، وصل للمنطقة ينشر الدعوة الإسلامية. فإذا هناك رابطان، رابط القرابة ورابط أيضا العقيدي. فنشر الدعوة عبد الشيخ مصطفى، إجا اسمه الشيخ مصطفى من أولاد عبد العزيز، لكن لقب جمع منطقة اسمها مارند، وهذا اللقب حديثا يعني صار لقب المرندي، المارندي أو المرندي حديثا، لكن نحن نعتز بهذا الاسم. لكن أصلا اسم نحن القادريين. أيوة. أول حسنيين. أيوة. الجميع صحيحة،
طريقتنا وطريق مصطفى المرني جدنا نفس طريق جدنا عبد القادر الجيلاني هي طريق الصوفية تمام. ونشر الدعوة الإسلامية والمواعظ، وكانت العالم تتجه إلى السادة حتى في زمن قديم اللي كان يصير شيء معين من مرض أو آخر إلى ذلك كان يتجهون إلى السياد بموعظة أحياناً رقية شرعية يتشافون الناس ولله في خلقي شؤون. بالتأكيد سنتحدث أيضاً عن ارتباطكم بالطريقة، لكن أود أن أسألك شيخ إسماعيل، هل كل أبناء عشيرة المرندية هم منتسبون إلى الطريقة القادرية وهي الطريقة التصوفية؟ الطريقة القادرية حكماً محكومة فينا، لكن مو كل الناس ملتزمين فيها، بمعنى مو كل الناس ملتزمين في الصلاة ولا في الصيام ولا في ده. الآن زوايا دينية خفت، في عندنا زوايا دينية من جملة اللي ظلت كانت كان الشيخ إبراهيم البكر برقة السمرة، وكان الشيخ سليمان السدلان، وكان عند المجمع الشيخ خليل المرندي، يعني زوايا دينية يرتبطون فيها المرندية عادة معتادين عليها. أما الصلاة والصيام والعبادة كلهم في شانه، منهم الملتزم ومنهم غير الملتزم. جميل، يعني ألم ينتسب أو يعني يفوت حدا من خارج عشيرة المرندية وينتسب إلى الطريقة القادرية، أم هي حكرا فقط على أبناء العشيرة؟ الطريقة القادرية النسب حصرا لأبناء عبد القادر، في هناك محسوبين يسمونهم طرق دينية أو مردة يعطونهم طريقة، والطريقة هي التزام في التوحيد وفي العبادات، يعطون من طرق المشايخ طرق دينية منها تعبدية حتى يلتجون إلى جدهم هذا الشيخ الفلاني يعطي طريقة تعبدية فقط. يعني أنا عم بحكي عن الطريقة القادرية، هل هي حصرا ملتزمين فيها المرندية؟ من أراد أن ينتسب إلى هذه الطريقة من خارج إطار العشيرة المرندية فالباب مفتوح أمامه؟ هذا السؤال. في عندنا هنا شيء اسمه محسوب ومنسوب، النسب لا يغير ولا يدخل على أحد. في محسوب مثل ما نقربها أنه مريد أو محب للدين يجتمع حلقات الذكر، يأخذ طريقة يتردد باستمرار ويستفيد طرق دينية فقط، يعني اسمه محسوب وليس النسب لا يدخل عليه غير المرني غير خلفة عبد القادر الجيلاني. نرحب بالسيد علي العبدالله الخليل، وأنت أيضا أحد أبناء الشيخ العبدالله الخليل، أحد أبناء عشيرة المرندية. حبذا لو تضعنا سيد علي بتاريخ هذه الأوضة حيث تصور هذه الحلقة من أحداث ومن شخصيات زارتها ودخلتها، أيضا تحطنا بالصورة. سيدي أهلا وسهلا بكم وميت أهلا وسهلا بأوضة المرندية. الله يبارك. هذه أوضة جدي عبدالله الخليل، بناها جدي من أكثر من 200 عام، وورثها لابنه حسن العبد الله الخليل اللي كان هو نقيب اشراف المنطقه، ومن بعدها عمي عبد حسن عبد الله ورثها للشيخ عبد الغفور الشيخ حسن، نعم نقيب اشراف زاد بدل او ابنه ورثها نقيب الاشراف اللي صورته موجوده، اللي صورته هذه موجوده تمام. فهي الاوضه صار عمرها اكثر من 200 عام، وكل المشاكل اللي تصير عند المرنديه تنحل بهذه الاوضه، هذه المضافه. هاي مضافة يعني تأخذ طابع كل الأوضة الموجودة في المنطقة. المضافة هاي للمرندية، ما هي مخصصة لعبد الخليل أو هاي لكل المرندية. تمام. يعني أي مرندي يجي هذا البيت له، مو محصور بفلان أو بعلان. وأهلا وسهلا بكم. الله يبارك فيك. هل هناك خصوصية تتميز بها هذه المضافة عن بقية أو عشرات المضافات المنتشرة هنا في محيط منطقة الرقة؟ في لكم خصوصية معينة؟ طبعا هذه مضافة نقابة الأشراف. فبالرقة ما في نقابة الأشراف غير هاي المضافة ذي. أما المضافات ذي شكلها بيها البركة والخير، مضافات للعشائر وللعفاد لو تنحل فيها المشاكل كمان، وجماعتها كلهم كويسين. أما هاي المضافة خاصة بنقابة الأشراف. بالحديث عن نقابة الأشراف، حدثتني أنه الشيخ عبد الغفور رحمه الله كان آخر نقيب أشراف هو للأشراف. أيوة. كيف تحافظون اليوم، بدي أسأل الشيخ إسماعيل، كيف تحافظون على أنسابكم بعد انطواء خلينا نقول المنصب الشرفي لنقيب الأشراف أو المنصب الفخري لنقيب الأشراف؟ شو اللي بتعملوه لحتى تحافظوا على بقاء النسب الهاشمي للسادة الأشراف من أبناء عشيرة المرندية؟ احنا ما اللي نتقيد فيه هو النسب الشريف، النسب لآل البيت الموجود في هذا البيت، لأنه أقدم بيت من عبد الخليل موجود به النسب. علينا أن نتمسك بما أتى فيه أجدادنا والقدماء
من أجدادنا القدماء. نتمسك في نسبنا الشريف هو النسب القادري نسميه، ونتمسك في المواعظ أن نقابة الأشراف يجتمعون فيها المرندية لحل بعض الأمور الخاصة، وخاصة بما يتدخل أحيانا في الإنساب. البعض هناك من يطعن في نسب زيد من الناس، أو يأتيك شخص ما قد يجوز لا يستطيع أن يوصل نفسه إلى أحد الأجداد الكبار مصطفى المرندي. أو فالمرجعية بهالمكان هذا خصوصياته تدرس الأنساب والمواعظ في توجيهات أخرى وتحل المشاكل الموجودة. جميل. أنا لاحظت أيضا عنكم مشجرة يعني تثبت وهي شجرة موجودة وموجودة قبل هذه منسقة قد يجوز من أكثر 200 سنة الأساسية موجودة. جوز هذه ملحقة لها. فإحنا اللي نتمسك به النسب القادري، لأن النبي يقول كل الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي. نسب النبي قال من آل بيتي من الحسن والحسين، وإحنا ولد الحسن الجميع، والمرندي ولد الحسن، قادريين ولد الحسن. جميل. لا تنقطع الأنساب. وجميل في الأغلبية من الموجودين من عمامنا ولاد المرندية يحفظون أنسابهم غيبا أنظار غيب، ومنهم من موجود السجرة في حوزته تكون مرجعية للآخرين عند السؤال أو الجواب. جميل. بالحديث عن الجوار بدي أسأل السيد علي عن موضوع يعني اندماجكم هون بالمكون العشائري والقبلي اللي موجود هون في المنطقة واللي بتتميز فيه أيضا البيئة الفراتية. قديش بيتعامل السادة الأشراف أبناء عشيرة المرندية مع كل هذه المكونات الموجودة هون؟ العشائر الموجودة بالرقة أول شيء تربطنا معهم الجوار، اثنين تربطنا معهم مصاهرينهم، احنا معطينهم وماخذين منهم. جميل. فصايرين احنا عائلة واحدة. يعني أي جار من الجيران يعتبر منا واحنا منه. يعني الجوار احنا مرتبطين معهم بشكل عام، كل المرندية مرتبطين مع الجوار. العفادلة والغير العفادلة الكل. جميل. معطينهم نسوان وماخذين منهم مصاهرة يعني. فهاي الرابطة القوية مع احنا اياهم. فاذا يعني تضغو دائما العادات والتقاليد والاعراف الاصيلة نفس العادة كل نفس على العادات. كل المكونات اللي موجودة بالضبط في نفس عاداتهم وتقاليدهم احنا نرتبط معاهم بشكل عام. بدي اسألك شيخ اسماعيل عن مجلس اعيان الرقة. هناك مجلس لاعيان الرقة موجود وتم أيضا تشكيله من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل. ما مدى علاقتكم أنتم أبناء عشيرة المرندية مع كل من لجنة الشؤون الدينية، لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل عام، الجهات الرسمية، ما مدى تواصلكم وعلاقتكم معهم؟ مجلس الأعيان أحدث حديثا، موجود حاليا حتى بالإدارة الذاتية. نعم. علاقة مجموعة من الشباب معهم جيدة وتعاملنا جيد، لأنه لنا ما طموح سياسية ولا طموح عملية. احنا طموحنا ديني بالدرجة الأولى، المرندية طموحهم ديني، مراكز دينية يرتادونها ونشر الدعوة، والمرندية لهم خصوصياتهم بين الناس. يعني حتى لو بعثي مثلا المرندي له ملاحظة يشار عليه في الأصبع، فاحنا غايتنا نشر الدعوة الإسلامية. علاقتنا مع كل المناس جيدة، مع كل الناس، مع كل الفرق، مع العشائر، القبائل كلها مع جيد. هل لكم موجود في مجلس أعيان الرقة؟ أنا لا غير موجود، موجودين من الشباب الموجودين. نعم. يترددون عليهم، وعلاقتنا معهم حميمة جدا. تمام. ونتعاون مع احنا كل الأطراف. نتعاون بالطريقة السليمة الصحيحة. بالحديث عن الجانب الديني، ما مدى حضور ووجود الزوايا والتكايا اللي خاصة بالطريقة القادرية اليوم في مدينة الرقة، وكيف بتمارسوا هذه الطقوس التعبدية الصوفية الخاصة فيكم؟ هذه الزوايا موجودة عندنا، ورثناها من الأزل، ولا زال بكل بيت. كان أحيانا بعض البيوت الغالبية قد يجوز يتردد بينهم بين حاله وينقم ويحوي من آداب، لكن المفروض الموجودة المعلنة. قول هنا جانب ديني حل مشاكل، بس مو كزاوية دينية. الزاوية أعلن زاوية الشيخ سيمان سدار من أكثر من 40-50 عام عند الشيخ إبراهيم البكر، كان عند الشيخ خليل قبيل المجمع، هذه قديمة. وفي آخرين إحنا ارتباطنا وثيق لا من أب الجد من زاوية. لا زاد، أما بس إجى الوضع الأخير من وضع ما صار الدولة الإسلامية بعد تحرير الرقة، التقت ما بقى في زوايا موجودة اليوم، التقت كل الزوايا تقريبا كاملة. ظل يعني شيء بسيط يتابعونه، لكن على أمل كلها تعاد حلقات الذكر، لأنه النبي يقول
أين وجدتم رياض الجنة؟ فارتعوا قيل يا رسول الله ما هي رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. صحيح، والتصوف بشكل عام. في حديث عن النبي الله سبحانه وتعالى لديه ملائكة سيارون، السيارون يأتون إلى مجلس ذكر ويجلسون في مجلس الذكر، وبعودتهم يسألهم الحق سبحانه وتعالى أين كنتم يا عبادي؟ قالوا يا رب أنت أدرى، كنا عند عباد من عبادك في حلق الذكر يذكرونك ويذكر النبي صلى الله عليه وقال ما مناهم؟ قال مناهم رضاك والجنة. الحديث طويل، لكن حلق الذكر موجودة من الأزل، لكن ضيقت عليها بعض الأمور السياسية، تضيقت عليها حقيقة خشية من يكون إساءة لها، حتى ضيقت شبه التغت، لكن في على أمل تعاد كما كانت. أيوة. ما الذي يقوله الشيخ إسماعيل الشيخ المرندي عن ما ينسب للتصوف بشكل عام وللطريقة القادرية بشكل خاص، من أنه هدول المتصوفة أصحاب بدع وأصحاب يعني مستجدات أدخلوها أو أقحموها في الدين الإسلامي وهي ليست من الدين، إلى أي حد تقترب أو تبتعد الطريقة القادرية كطريقة تصوفية من تعاليم الإسلام السمح والشرع الشريف؟ احنا باعتبارنا من رواد الزوايا، رواد الزوايا كلها كان في التوحيد والصلاة على النبي، كل من يدخل بدعة فهو ضلال في ضلاله. نحن ليس مع البدع، لكن طرق الصوفية التوحيدية ما فيها بدع، طرق صحيحة فيها التوحيد، توحيد العبودية لله تعالى وذكر النبي والصلاة على النبي، كل شيء فيه ذكر وتسبيح وتهليل وتوحيد الله تعالى فهو صحيح، أنا معه. الزواج الصوفية ليس فيها بدع، إنما البعض قد يجوز من جهل، مثل بعض الناس يندهون شيخ فلان آدمي، وإذا دعوت فادعوا الله، وإذا استجبت فاستجر بالله. نعم، احنا الدعاء هو من الله سبحانه وتعالى، والاستجارة من الله سبحانه وتعالى وبالله، اما بغيره ما نستجير احنا، ومن يخطئ يكون هو اخطأ. احنا معنا معه، جميل، مع صحيح. التوحيد والعبودية والصلاة على النبي، مع من يتمسك بالسنة المحمدية الصحيحة. جميل، بالتأكيد، والتصوف مثل ما تفضلت يدعو دائما إلى التمسك بجوهر الإسلام وليس الوقوف عند الشكليات فقط. أبناء الطريقة القادرية والذي ينسب لهم أيضا أبناء عشيرة المرندي هنا في الرقة، هم يعني على امتداد كامل الوطن العربي بدءا من العراق وانتهاءا بمصر، قديش في تواصل اليوم بينكم وبين إخوتكم أيضا في أبناء الطريقة القادرية، إذا بتتواصلوا معهم أو نوع من التباحث في الشؤون الدينية أو غيرها؟ الطرق الدينية طبعا هي التصوف، صار من بعد سيدنا عبد القادر الجيلاني اللي هو ولي سيد الأقطاب، فانتشرت الزوايا على ليس الوطن العربي حتى خارج الوطن العربي، وصل أسبانيا، وصل بلاد أذربيجان، وصل بلاد الغرب، حاليا كل الدول، بلاد المغرب العربي قاطبة يمتهنون الزوايا أو كلهم يرجعون إلى الزوايا الدينية والتصوف والذكر وحلقات الذكر كلها منتم لها. فحلقات الذكر الصحيحة احنا كنا معها، يعني ما احنا ضدها تكون صحيحة، والتواصل يكون في أهل مصر، قد يجوز أهل مصر يعرفون أنه في مرندية، أو احنا نسميهم من آل البيت الحسنيين، والعراق يعرفون، من المغرب العربي يعرفون هنا، واحنا ندرك أنه في كل البلاد في من آل البيت. نقابة الأشراف أول ما حدثت في مصر من أبناء عبد القادر، من أبناء الحسن حتى وحدثت في مصر، فمتواجدين في الأقطاب من الموزعة، لأنه بس من ضغط عليهم أثناء بعد وفاة الحسن حسين توزع، من ضغط على البيت صار ضغوط على البيت، توزع في أصقاع العالم. تمام. والتوزيع هذا هالخلفة تابع الحلقة الذكر والزوايا الدينية ونشر الدعوة الإسلامية، نشر في كل مكان، فمشهورة الدعوة. بالحديث عن نقابة الأشراف، تم إيقاف أو إلغاء منصب نقيب الأشراف هنا في سوريا بمرسوم جمهوري صدر عام 1970 من القرن الماضي. اليوم السادة الأشراف اللي موجودين هنا في مدينة الرقة أو من خلال عشيرة المرندية، شو اللي عم بيشتغلوا ليحافظوا على بقاء هذه، خلينا نقول، النقابة كمنصب فخري، أو هل تم امتثالكم لإلغاء منصب نقيب الأشراف وبالتالي خلاص بقية المشجرات طي الخزن والدروج؟ نقابة الأشراف بالنسبة لنا ما هي منصب حكومي ولا إداري ولا رتبة، شرعية نقابة فخرية، وفي الأساس تعين من
ديوان الحظر القادرية في بغداد، لكن يجوز هنا شكلت هنا من الأعيان الموجودين آنذاك، نقابة الأشراف الموجودة بسوريا وبالوطن العربي، عينت أثناء الحكم العثماني، عطوها زخم أكثر، ولأنه فيهم من ظهر الكاظمي الفاطميين عززوا هالزوايا والصوفيين فانطوها زخم. عين الشيخ حسن عبدالله الخليل جدنا، عين أو كل في هذه المهمة نقيب أشراف، وكنا حقيقة احنا من مؤيدينه. ونقابة الأشراف ينتقى فيها من هم أهل لنشر الدعوة وحفظ النسب والمواعظ الدينية، مفهوم صحيح. فتوبعت إلى حد ما جاء الحكم الأخير بعد ألغيت شيخ رسالة. فإذا ألغيت أو ما ألغيت يظل نقيب أشراف عندنا شخص فخرية، يظل مرجعية ويظل نقيب أشراف وظل تراجع عليه وظل نسب موجود، ألغيت أو لم تلقى صحيح. هي مية رتبة ولا بالمكتب، ما نرد عليها، ما تكلفنا شيء ولا تأثرنا شيء ولا تنقص من المستوى شيء. بالتأكيد، وهذا الشيء اللي احنا احنا ننتمي إلى جدنا عبد القادر وإلى الحسن وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بكتاب الله وسنتي. قال: تركت فيكم واعظان من تمسك بهما فلن يضل، واعظ ناطق القرآن ووضع صامت والموت، واعظان. فأحنا متمسكين بالسنة النبوية والطرق كلها مؤيدة للسنة النبوية الدينية. جميل. من تمسك بهما، أما كذلك ما أعترف عليه احنا. أخيرا شيخ إسماعيل أبو صخر، بدي أسألك عن موضوع تحقيق السلم الأهلي ما بين مجمل المكونات العشائرية الموجودة هون. قديش بتلعب عشيرة المرندية صمام أمان وضابط لتحقيق موضوع السلم الأهلي والتعايش المشترك الذي تدعو له أو يدعو له كل السوريين بعد 11 عاما من عمر الأزمة السورية؟ الرقة يسكنها مجمع من العشائر القبلية القديمة الأزل، بدون ما ندخل بالذكر الأسماء العشائر القديمة، فهي عشائر عربية عريقة وقديمة بالتأكيد. والمرندية هي قبيلة أيضا عشائر بيناتهم. المرندية قد يجوز بعض عشائر أقل من بعض عشائر حجما، لكن موجبين كما ذكرت تشرفهم بنسب أهل البيت ومقدرين عند الجوار. جميل. كبار العشائر الموجودين ومشايخ العشائر الموجودين إذا ضاف مضافتهم أحد المرندية كبير أو صغير يهلي فيه يقول هذا من مشايخنا من أهل البيت، تقدير الشرف آل البيت يعني. نعم. مقدرين ومجبين. نعم. ومنسجمين. نعم. حتى يدخلون في الصلح اللي يصير بين القبائل، أحيانا يدخل من المرندية القديمين موجب ويتم الصلح على يده تقديرا لهم كالمرندية كآل البيت يعني. نعم. ومن الأشراف. جميل. فبالتالي مثل ما تفضلت يعني لكم دور كبير في تحقيق هذا الدور السلم الأهلي ووجود العيش المشترك أيضا. ألفناها من أجدادنا والحدين مقدرين المرندية عند الجوار. كلمة مرندي تعني لهم هذا من آل البيت يعني، من سادة القطب الرباني عبد القادر الجيلاني سادة يعني. فالأمر تقدير وليس تكبير أو تصغير، أمر تقدير واحترام من الجوار للمرندية، وانسجام جميل مع كل الأطياف الموجودة حولهم. الشيخ إسماعيل العرودة الشيخ المرندي، والسيد أيضا محمد عبد الغفور، والسيد علي العبد الله الخليل، أود في نهاية هذا اللقاء أن أشكر لكم استضافتكم لنا هنا في مضافة السادة المرندية، وشكرا جزيلا على كل المعلومات اللي وافيتونا فيها. شكرا جزيلا لكم. الله يحييك. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نبض الشمال، على أمل أن نلقاكم في حلقات مقبلة بحول الله. حتى ذلك الوقت لكم منا كل التحية، وإلى اللقاء.